نحن الآن طبعا من أمام المبنى قاعة الهيثم للأعراس في قضاء الحمدانية لتسليط الضوء على ما حلت بالقاعة وما حلت بالأهالي هذه الفاجعة الأليمة التي ألمت بالعراقيين جميعا وبالأخص أبناء سهل نينوى من المكونات بالدرجة الأولى المسيحيين ومن ثم بقية المكونات الذين يعيشون منذ مئات السنين مع بعض. هذه الفاجعة الأليمة وهذه النكبة التي حلت بمدينة قراقوش حمدانية جعلت الكل تتوحد من أجل إنقاذ الأبرياء هنا في خلال حفل العرس داخل القاعة، فكونوا معنا في تغطيتنا لتسليط الضوء على مجريات وما حدث داخل القاعة وما حلت بهؤلاء من الحرق وكذلك وقوع ضحايا بالمئات. صحابينا اخوان رجاء يطلع برا، ترى المكان ما واقف. حقيقة سمعنا بالحادث في اللحظات الأولى ليلة حزن، ليلة دموع وبكاء لجميع سكان المنطقة من الشبك والعرب والكرد والتركمان والكاكية واليزيدية، حيث اختلطت الدماء العراقية من المسلمين واليزيدية والمسيحية في هذا القاعة المشؤومة التي يفتقد إلى أبسط أمور السلامة المهنية، من أبواب طوارئ، من إطفاء الحريق، من هذا السقف الذي يقال أنها ممنوع في قاعات المناسبات. ولهذا نطالب الدولة أن تعمل تحقيق على هذا الشيء، كيف حصل على إجازة هذا القاعة بهذه المواصفات. لقد هرع الشبك والكاكية واليزيدية وكل سكان المنطقة وكانوا في المقدمة، حيث هرعوا إلى المستشفى وإلى مكان الحادث لمحاولة منهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأنفس، من الأطفال والنساء. إنها كارثة حقيقية، حقيقة لقد لبست سهل نينوى والسواد. حقيقة أنا من الناس وأنا وعائلتي لم ننم للصباح لأنها كانت ليلة سوداء على الجميع. نتمنى أن لا تتكرر هذا الشيء، نتمنى أن تكون المستشفيات بمستوى المسؤولية، حيث رأيت في التواصل الاجتماعي يدعون الناس إلى التبرع بالمراهم. لا أدري إذا لو كانت الكارثة أكبر ماذا كانت. أما بالنسبة لإطفاء الحريق، نفوس الحمدانية وقراها ونواحيها أكثر من 200,000، 3 سيارات حريق، 3 أيكفي لو حدث حادث في منطقة معينة من نمرود أو برطلة أو أي مكان آخر، ماذا سيحدث؟ حقيقة يعني الكل نحن حزينين وكل شاطرهم، نتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. كيف رأيت إقبال الأقليات؟ حقيقة الكل كانوا في مستوى المسؤولية، يعني كانوا الشبك هم السباقين لأنهم الأقرب إلى المستشفى إلى مكان الحادث حقيقة، وكما الكاكية واليزيدية والعرب والكرد. أتتنا سيارات من أربيل، كردستان أرسلت سيارات الإسعاف، والموصل أرسلت سيارات إسعاف، يقال دهوك، الكل يعني دماء عراقية ومجتمع عراقي. حقيقة الكل تعاونت على هذا الشيء، وهذا ديدن العراقيين، نحن إن شاء الله كلنا أهل. الكل انا رايت حقيقه يعني كل ما يعني كل سكان سهل نينوى، طبعا حسب الاكثريه، المجموعه الاكثريه حضروا منهم الاكثريه، وهكذا تتوالى. طبعا احنا اجانا اتصال الساعه 11:30 هيك شيء، اجينا المكان الحادث، شفنا القاعه محترقه بها النار،
اجت الاطفائيات، اجت فرق الدفاع، شباب المنطقة. طبعا بالبداية نعزي انفسنا بمصابنا، بمصاب الأليم اللي راحنا، يعني احنا بمختلف الأعمار بهذا الحريق اللي صار البشع. طبعا انا بالنسبة لي اعتبر المتوفين كلهم اهلي، وتوجهنا هنا واخذنا ناس للمستشفيات اللي قدرنا نسويه، يعني نقدمه احنا كخدمة. واكو ناس لحد الآن مفقودة، اكو ناس جرحى، اكو ناس متوفية وما حد يتعرف عليهم. هذا اللي عندي لحد الآن انا يعني. والله الموقف ما تتصور عينك، يعني الموقف احنا من وصلنا ما تصي، يعني واحد ينصدم، يعني ما انت شلون اعبر لك، ما اعرف. مأساوي. يعني الوضع مأساوي كلش. انت قدرت تنقذ يعني؟ والله احنا كشباب يعني المنطقة كلها ما استثنيها. الكل ما قصر، اللي قدر يعني بكل من كل الجوانب. اصعب موقف شنو كان؟ اصعب موقف اللي شفته اول ما طبيت على القاعة باب الدخول، ناس دا تحترق قدام عينك، ما تقدر تتقرب عليهم، والدفاع المدني وصلوا اول سياره ثاني سياره، خلاص ما يهول الاشكالات اللي صار، ما عرفاني على ما وصلوا وطفوا، وجهت الاليات فلشت الحائط شلون ما تشوفها. لحد الان احصائيات 100% ما عدنا. انطيك من الطب العدلي ساعه بثمانية طلعت من الموصل، طب العدلي قال عندنا احنا 76 واحد هنا، وعندنا مسلمين احنا بالحمدانية الاهاليتهم مباشر 7، وعندنا 16، يعني ما اعرف شو اقول لك. صاحب القاعة وين راح؟ ما اعرف، ما شفنا. هاي كلها ملابس العرس كلها. نزل على جسم. كل المقاييس. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة مأساوية على سهل نينوى، خاصة قضاء حمدانية. منذ أمس قامت هيئة الحج الشعبي مديرية شؤون محافظات مكتب نينوى، كذلك هيئة الحج الشعبي قيادة عمليات لواء 30 طبابة الحج الشعبي، كل أصناف هيئة الحج الشعبي منذ أمس استنفار تام لنقل الجثث والمصابين، وكذلك رفع الأنقاض في هذه المأساة قاعة الهيثم، وكذلك التبرع بالدم. فهيئة الحج الشعبي حاليا موجود في كل محافظات العراق، ليس خدمة فقط قتال ضد الداعش، الآن صار خدمات كافة يقوم بها هيئة الحشد الشعبي. واليوم كما تلاحظون هيئة الحشد الشعبي موجود منذ أمس لنقل الجثث والجرحى في خدمة الشعب العراقي بدون تحديث مكون معين. اليوم مكون المسيحي المتأذي وغير المكونات لا يفرق هيئة الحشد الشعبي عن كل المكونات، هو في خدمة العراق، هو جهة رسمية حكومية تابع لرئاسة الوزراء. نعم، كان لتواجد الحشد وخاصة أمراء الحشد وكذلك قيادة العمليات رئيس الأركان وكذلك أمر لواء 30 كانوا لهم السباقين أول من وصلوا إلى القاعة وقاموا بانتشال الجثث، هذه رسالة لماذا تدون؟ نعم، هيئة الحشد في لحظاته الأولى من عند سماع الخبر هبت كل القيادات لهيئة الحشد لمكان الحادث لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والحمد لله أنقذت كما أنطت التصريح الإعلامي لمديرية طبابة الحشد الشعبي أكثر من 100 جريح أنقذت بإسعافاتها بعجلاتها بكوادرها. الآن كما ترون والعالم يرى أن هيئة الحشد الشعبي ليس يختصر دوره في الدفاع والعسكرة، الآن في خدمة الشعب العراقي في كل أشياء، ومنها كما ترون منذ أمس استنفار تام لهيئة الحشد في موصل لإنقاذ العوائل والشهداء والجرحى والمصابين. الحقيقة أولا تعزي المفوضية العليا لحقوق الإنسان مكتب نينوى ذوي الشهداء، وتتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل بإذن الله تعالى.
نقل لنا حقيقة شهود عيان في هذه القاعة أن الحادثة حصلت يوم البارحة 26/9/2023 بسبب استخدام الألعاب النارية في هذه القاعة الذي نرى حقيقة أنها تفتقر إلى احتياطات السلامة حيث أن القاعة مبنية من مادة السندويش بانل الذي يحتوي بداخله إلى كميات من الفلين السريعة الاشتعال والجدران مغطى بالخشب والأرضية مغطى بالكاربد والكراسي من الخشب. هكذا كل شيء في هذه القاعة هي مهيئة للاحتراق بدون وجود أكثر من منفذ طوارئ لهذه القاعة الكبيرة الذي كان عدد المتواجدين فيها يفوق 1000 متواجد من مختلف الأعمار والأجناس كونها حفلة خاصة عائلية ضمت الأقارب والأهل والأصدقاء. الحقيقة لا يوجد إحصائية دقيقة لحد الآن بعدد الشهداء والمصابين، ولكن صرح لنا السيد مدير مستشفى الحمداني العام بأن عدد الشهداء بلغ لحد الآن 92 شهيد، ولا يوجد إحصائية بعدد المصابين كونه تم توزيعهم على المستشفيات القريبة من مركز مدينة الموصل ومحافظة أربيل والدهوك، وهناك حوالي 55 شهيد وجثثهم قد تفحمت بسبب الحرق ولم يتم التعرف عليهم من قبل ذويهم، حيث هنا نطالب ونناشد السيد وزير الصحة ومدير عام دار الطب العدلي بسرعة حسم ملفهم من حيث الفحص ومطابقة الدي ان اي الخريطة الوراثية لهم ليتم التعرف عليهم وتسليم جثثهم لذويهم ليتم دفنهم أصوليا. وهكذا نطالب البرلمان العراقي لجنة حقوق الإنسان النيابية بتقديم مقترح ومشروع قانون يتم تعويضهم بموجبها واعتبارهم شهداء ومصابين ليتم تعويضهم في قانون 20 لسنة 2009. نعم حقيقة نحن نطالب الجهات المعنية في محافظة نينوى بتجديد إجراءات منح الموافقات واحتياطات السلامة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الغير الحكومية، نعم، لتجنب حدوث هكذا كوارث وهكذا فواجع تؤدي إلى إصابة عدد كبير من المواطنين العزل الأبرياء. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى على جنابك أن العراق يمثل الجسد الواحد بشقيه المسلم والمسيحي، فنحن تكملة للجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقد أصاب جزءنا الثاني المصاب الجلل ليلة أمس، وقد سارعت كوادرنا منذ الساعة الأولى لحث الناس للتبرع بالدم، فضلا عن قدوم كوادرنا الدينية والإدارية، وقد تبرعوا بالدم في جميع مستشفيات القضاء الحمداني ونينوى كذلك. ومنذ الساعة الصباح الباكر أوعزنا بإيقاف كافة شعائر المحافل الدينية المتعلقة بالمولد النبوي الشريف وإلى شعار آخر إكراما واحتراما لأرواح الضحايا، فضلا أن معالي رئيس الديوان أوعز منذ دقائق على إيقاف كافة المحافل في العراق كافة وليس في الموصل فقط احتراما لأرواح الضحايا، وأعلن الحداد في ديوان الوقف السني، وقد خصصنا وشكلنا لجنة عاجلة لجنة الطوارئ لجمع المبالغ المالية والمواد الصحية حصرا لتقديمها لذوي الضحايا وللمستشفيات، سائلا المولى أن يحفظ العراق وأهله. نعم دكتور، كيف رأيت هذه الحادثة المأساوية اللي حل؟ حادثة مؤلمة وفاجعة ومصاب جلل، والله ما أصابهم قد أصابنا وما آلمهم آلمنا، وبناء على ذلك سارعنا مع إخوة المشايخ والعلماء للقدوم إلى أرض الحدث وتقديم يد العون، وقد تواصلنا منذ الساعات الأولى ليلة أمس مع القساوسة في الحمدانية ومع الأب رائد في مدينة الموصل، وأبدينا استعدادنا وأبلغته بالنص كالتالي أن مديرية الوقف السني بمواردها البشرية والآلياتها وكل إمكانياتها هي تحت تصرف الكنائس وتحت تصرف إخوتنا المسيحيين وتحت تصرف قضاء الحمدانية. هذه
هذه الرسالة ماذا تدل؟ تدل على أن العراق واحد وذا لحمة واحدة، وأن العراق يتعثر وينهض لكنه لا يسقط أبدا. اللهم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وجودنا هنا في هذا المكان إنما هو وقوفا مع إخواننا ومع ذوي الضحايا الذين راحوا ليلة أمس في هذه الحادث في هذا الحادث المؤلم الذي أصابهم. وباسمنا باعتبارنا جميعا في قضية الإنسانية وقضية أنه التعايش الذي نعيشه في هذا البلد الواحد المتلون، وكذلك في محافظة نينوى المعروفة بألوان المكونات التي فيها وبالتماسك الاجتماعي الذي فيها، فاليوم موقفنا هنا موقف من يشعر بألم بأخيه أو صاحبه، فإن هذا لم يصيب الجميع. فاليوم موقفنا هل أن يقف ونخفف عنهم ما أصابهم من حزن وما أصابهم من جرح وما أصابهم من نكبة، موقفنا أن نقف معهم حتى أن الأوقاف قد أوعزت بإيقاف جميع معالم الاحتفالات، ولا سيما نحن في المولد النبوي الشريف، فأجلت هذه الاحتفالات إلى إشعار آخر، وذلك وقوفا مع إخواننا الذين أصابهم هذا المكروه. نسأله تبارك وتعالى أن يجبر الكسر ويداوي الجرح، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نائب أمير اليزيدية، حضرنا هنا اليوم نشارك إخواننا المسيحيين بهذه الحادثة المؤلمة اللي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص وهنالك مئات المصابين. الرحمة على شهداء هذه القاعة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. كيف رأيت هذا الحادث؟ حادث مؤسف دموي مع الأسف. جئنا هنا نشارك إخواننا لأن ماكو فرق بيناتنا، يزيدي مسيحي مسلم، كنا أخوان هذا العراق وكردستان. كيف عندما سمعتم بالنبأ كيف كان أنباء بين أوساط؟ كانت فاجعة رأسا. اتصلنا بالأمير وجئنا هنا نشارك أخواننا بهذه الفاجعة الأليمة. هل قدمتم شيء؟ تبرعتم بالدم أو؟ هنالك آلاف من اليزيدية هرعوا إلى المستشفيات للتبرع بالدم، خاصة أهالي بعشيقة وبعزان يوم مجمع بابير جاءوا للمستشفيات لتبرعوا بالدم. متنا والله سالم جف، بس لو بس تجيب لي قطعة ماي سحب لك احكي لك والله سالم جف. خلص سمعنا بالعشرة ونص بالليل، هي صايرة بالعشرة تقريبا، بس احنا وصلنا الخبر وظليت على اتصال ويا عائلتي هنا، هي موجودة، فقضاء الحمد لله لحد هسه ما نايم، يعني صدمة قوية صايرة، وهاي يعني العرس ونقلب إلى فاجعة قوية يعني، والعرسان واللي يشغلون شعالات ألعاب نارية، فصارت تماس ويا السقف وصارت هاي صارت. بصراحة هم المفروض الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية يجون، المفروض يعني احنا نشكر كل واحد من ساعدنا على قضاء الحمد لله، نشكر محافظ نينوى، نشكر إقليم كردستان، محافظ كركوك، محافظ صلاح الدين، نشكر رئاسة وزراء كل من دزونا يعني إسعافات، دزونا استعاضة طبية والمستشفيات اتمت صراحة. فهاي
يعني المفروض يحاسبون صاحب القاعة، المفروض من يسوي تشيك بناية ويجي قاعة 9 إلى 1500 شخص، المفروض يطلعون عليه كشف، المفروض قشي بها القاعة قشي 4 أبواب يعني الناس تطلع من إذا صار شيء واطفائيات، المفروض يعني مو بس باب رئيسي بصف مخرج، هذا غلط مال يعني الحكومة، المفروض الحكومة المحلية مالتنا وقائد مقامية يطلعون كشف قبل ما يسوون هاي القاعة، هي القاعة كانت مال اجتماعات انقلبت إلى حفلات. فيعني ما يصير هالشكل، المفروض يحاسبونه بالقاعة، ولو بالقاعة ما موجود يعني فلت رايح ما موجود، ما يعرف ما حد يعرف وينها، مجهول خوية بالقاعة ما يعرفون وين صاير. فاحنا نطلب يعني اي واحد يستوي قاعة المفروض يطلعون عليه دفاع المدني ويسوون يعني يقولوا له اجراءات مال الدفاع المدني، اطفائيات، مرشات، مخارج الطوارئ، المفروض يسوي 4 5 مخارج طوارئ ما بيها. يعني هو مسوي له مخرج من صفحة مدينة الألعاب، عم تقول الأطفال يطلعون يلعبون من الألعاب مالتهم، هذا الشيء غلط. يسوي مخرج من الباب، احنا رحنا ويا ناس، رحنا أمر لواء رصاص سنين وراح باي الحادثة، باح حيل حيل احنا هاي الفاجعة صارت، وصدمة قوية صارت لحدنا احنا مظلومين وهاي الشغلة، وننتظر يعني ساعة 4 عدفنا مالتهم ما نعرف شو راح يصير بعد، شو راح يصير من راح يجي بعد. يعني والله ما نعرف بعد، مقولين احنا ما نعرف صراحه. احنا يعني الحمد لله عائلتي وهاي كلهم خير ما كانوا موجودين، بس عندنا مفقودين ما حد يعرف عنهم صراحه. شكرا جزيلا. أنا أعود وأقول هو بماذا؟ هو بالقيامة وليس بأي شيء آخر. لابد أن أيضا نذكر بالحقيقة الكنيسة السوريانية الكاثوليكية الأنطاكية في العالم الكلي الطوبة القداس الإلهي الاحتفالي. نحن الآن في مقبرة القيامة، قبل قليل عند تمام الساعة 4 مساء أقيمت صلوات الدفن والجناس عن راحة أنفس شهدائنا الأبرار اللي سقطوا يوم أمس في عرس عائلي في قاعة الهيثم في بغداد قرقش. اجتمع اليوم كل أبناء ومكونات شعبنا العراقي الأبي، شعبنا العراقي الحبيب، في هذه المقبرة تعبيرا عن مؤاساتهم لهذا المصاب الأليم، لهالنكبة، لهالفاجعة الكبيرة اللي أدت بحياة أبناء قرقوش، هذه البلدة المسالمة الآمنة المحبة للإنسانية بكل ما للكلمة معنى. خسرنا تقريبا أكثر من 120 إلى 150 شاب وشابة، رجل وامرأة، طفل وطفلة، من جراء احتراق اثر مفرقعات في داخل قاعة عرس اللي هي قاعة الهيثم في مدينة بغداد قرقوش. نعم، هاي المشهد اليوم حضور كل الطوائف وكل القوميات هنا، ايضا مواساتهم لكم في هذه الفاجعة، كيف تنظرين لهذه الحالة؟ هذا شعور انساني حلو وكبير، يدل بمكنوناته على عمق العلاقة التاريخية اللي تربط هذه المدينة بباقي الفسيفساء العراقي من كرد وعرب، من سنة وشيعة، من شبك، من يزيديين، من كاكائيين. هذه العلاقات الأخوية علاقات تاريخية قديمة منذ قديم الزمان، نحن أبناء الأرض نعيش مع هؤلاء الإخوة في صف واحد، في خندق واحد، تربطنا المحبة، السلام،
يربطنا الوئام، تربطنا الأخات، تربطنا الروابط الاجتماعية القوية المتينة، ناهيك عن رباط الانتماء للوطن وللأرض. فهذا شعور وشعور إنساني أخوي ما يدل إلا على نبل الأخلاق، على حسن السيرة، على التربية العراقية العظيمة، على الشعور الوطني الإنسان تجاه أخيه الإنسان مهما اختلف عنه في الدين أو في الانتماء أو المعتقد. الفاجعة مؤلمة وحزينة وفاجعة يقشعر لها الأبدان من هول المنظر، كيف كان شعورك عندما رأيت؟ أنا امبارحة من لحظات الأولى شعرت بصدمة كبيرة في هذه المدينة حقيقة، لأنه ما كنت أتوقع، لأنه ما هي الحفلة الأولى ولكن إن شاء الله تكون الأخيرة بهالفجع أكيد، لأنه هاي القاعة يوميا في عندهم حفلة وحفلتين وثلاثة في هذه القاعة، ولا مرة من المرات سمعنا بمصاب أليم ومفجع مثل ما شفناه نحن، مثل ما شفناه نحن اليوم في هذه المدينة. ولكن الإنسان معرض لكل شيء، الإنسان معرض كل شيء، أن يحتسب أيضا حجم الضرر والخلل، والفاجعة كانت كبيرة حقيقة، فادحة بكل ما للكلمة معنى، فادحة بالأرواح وفادحة أيضا بالمال بالممتلكات، لأنه صارت هشيم، يعني مأساة كبيرة، هي مأساة كبيرة. اليوم في أيضا أعراس ألغيت لأنه كان عندهم حفل في هذه القاعة، وين يحتفلون؟ وهل مجر؟ أتمنى بأنه أن يعاد النظر في إعطاء رخص في القوانين والأنظمة خاصة بهذا الاتجاه، لأنه حرام نخسر، يعني كفانا دماء، كفانا دماء، كفانا دماء، أن نعيش بهذه الطريقة، يعني ونحن في يعني القرن 21، يعني وين نحن؟ وين نحن؟ يكفينا اللي أصابنا، يكفينا هالآلام، يكفينا هالجروح، يكفينا يكفينا يكفينا. نعم أبونا، كان هناك نقص في الإدارة المستشفيات. ما راح أقول نقص ما نقص، إذا في المستشفيات وزارة الصحة تتحمل مسؤوليتها، إذا في القاعة في جماعة السياحة والفندق يتحملوا مسؤوليتهم، إذا في الدفاع المدني جماعة الدفاع المدني يجون كذلك. ما اليوم واحد يقع تكثر سكاكينه، شوف أقول لك إياه بكل صراحة، وين الدولة؟ صار له سنين هذا الشخص قيمارس السلطة من أهل الدولة، وشوفوا أعضاء بالدولة وأعزاب الدولة كانوا يجون يأكلون يشربون، ولا مرة من المرات ما شافوا هالنقص. هذا سؤال يطرح. أنا مني رجل أحاسب شخص، أنا رجل دين، أنا رجل سلام، أنا رجل أمان، ولكن إذا اليوم صار حادثة فاجعة مثل هذا، اليوم نصير نلوم الآخر لأنه وقعت؟ نعم راح نلومه، نعم لازم نلوم، أوكي لازم نوجه، ولكن وين كانت الدولة خلال هذه الفترة؟ هذا شقد صار لقي مارس المهنة؟ كم سنة قيس؟ شوف وين كانت الدولة خلال هالسنين هاي؟ شوف نعم وين كان الدفاع المدني؟ اليوم كلهم يكتبون تقارير ونقص بكذا، نقص بكذا، نقص في أبواب الطوارئ، نقص في كذلك، نقص في مفرغات الهواء، نقص في الحرائق، نقص في الإطفائية، نقص في 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 وين كنتم أهل الفيه؟ ما كان خليتم فيه، كان سديتم وخليتم الناس ترتاح. ليش تخلون واحد يتمادى بفساده؟ إذا كان فاسد ما أعرف، قد يجوز رجل بريء، أنا ما أدين أحد، لا تدينوا لئلا تدانوا، ولكن أن نضع النقاط على الحروف، نحاسب المقصرين ضمن الأنظمة والقوانين. وأريد أقول لك الخط العوج من الكبير، ما راح أقول شيء، ما راح أوسخ ثمي، أوكي؟ إذا نريد دولة قانون، دولة مؤسسات، علينا أن نبلش، خلي حتى جينا متأخرين نبلش من اليوم، خلي نبلش اليوم، خلي ناخذ العبر من دروس التاريخ، خلي نحافظ على كرامة الإنسان، نحافظ على كرامة الإنسان يا أخي، لأنه هذا الشعب، هذا شعب أصيل، هذول عقول، هذول نحن خسرنا اليوم خسارة في الاقتصاد الوطني،
ما فقط خسارة عائلة ولا فئة شبابية، يعني في أطباء، في مهندسين، في ناس كان عندهم دور بالمجتمع، أنت طفيتهم اليوم، أنت طفيتهم، هذا خسارة. خلي يتعلمون في الاقتصاد الوطني، مثل أنا عندي 8000 طبيب في بريطانيا حاملين شهادة دكتوراه من جامعة الملكية البريطانية، قل لك وزارة الصحة البريطانية لا تتنازل عن واحد منهم، هذول خسرهم العراق. شوف مثل ما نحن اليوم خسرنا، شوف 400 و500 ويمكن 800 شخص في قاعة واحدة في ليلة عرس، ليلة عرس، وليلة عرس ليلة زواج، يعني هذا الزواج يصير بأي منطقة من مناطق العراق. أصابنا نحن اليوم في بغداد في قرقوش، حبيبي وين رايحين نحن اليوم؟ كلنا شوف اجوا المسؤولين طبطبوا على ظهرنا واسونا وكل واحد راح على بيته، بس هذا اللي يتحصر على قبر أولاده، شوف خسر اليوم راح ينام بوحده، هذا الطفل اللي خسر أبوه وأمه، هاي الأم اللي خسرت أولادها، مبارحة كانوا كلهم مجتمعين حواليها، واليوم نحن في عيد، عيد مبارك، عيد المولد النبوي، يعني تحول العيد، حتى شوف عند أخوتنا السنة والشيعة، شوف تضامنا معنا، شوف شقد هذا الشعور نبيل وراقي وعالي جدا لا يقدر بثمن. شوف النبل العراقي وينه، شوف لغوا أعيادهم حتى يتضامنوا مع شوف موتانا. نحن بالإنجيل يقول دع الموتى يدفنون موتاهم أما أنت فاذهب، شوف وبشر، اعمل واجباتك كإنسان وين ما كنت كذا. شوف الميت صار عند ربه، نحن نخاف ونعزي الطيبين الأحياء، هذول اللي بحاجة إلى رحمة اليوم. الميت صار عند ربه، هو ربه يصطفل، ولكن نحن لوين رايحين؟ أتمنى ناخذ دروس وناخذ عبر بحياتنا حتى نعيش حياة مسالمة آمنة رغيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد وقوع الحادث في قضاء الحمدانية في الأخوة المسيح، باشرت قيادة عمليات نينوى الحشد الشعبي بكافة تشكيلاتها وصنوفها لتقديم الخدمة وتقديم الإسعافات، وكذلك فرق الدفاع المدني لانتشال الضحايا في موقع الحادث. والحمد لله تضافرت الجهود من الجميع، من الجيش والشرطة والدوائر الخدمية والأمنية لهذه الحادثة الأليمة التي حلت في قضاء الحمدانية بالأخوة المسيحيين. ونحن بدورنا الحشد الشعبي متواجدين الآن بين أخواننا وناسنا الأخوة المسيحيين في هذا المكان لتقديم واجب العزاء لأخواننا في هذه الفاجعة الأليمة. والحشد الشعبي هو متواجد في هذه المناطق، والحمد لله قدر المستطاع قدمنا الخدمة الصحية واللوجستية للضحايا المتواجدين في المستشفيات داخل نينوى، ووفرنا الكثير من الخدمات الصحية في داخل قضاء الحمدانية وخارجها. واليوم نقف مع أخواننا المسيحيين لتقديم هذه التعزية، وهذه الفاجعة هي أليمة على كل الشعب العراقي وبالخصوص الأخوة في محافظة نينوى. فأملنا ورجاءنا هو بالقيامة، أملنا ورجاءنا بالحياة الأبدية، هذا الشيء اللي عزينا، هذا الشيء اللي يبرد شوية من قلبنا. الشيء الآخر اللي أيضا خلانا نحن نعيش التعزية هو هذا التكاتف وهذه اللحمة الوطنية فعلا اللي نحن عشناها خلال هالكم ساعة، من تقريبا ساعة 11 بالليل ليلة البارحة إلى اليوم، شفنا بأنه الجميع تكاتف معانا، ما اهتم، يعني ما حسينا بأنه أكو شيء يفرقنا، ما حسينا بأنه أكو حدود، ما حسينا بأنه أكو أي فوارق موجودة، فعلا حسينا أنه نحن شعب واحد، وطن واحد، منطقة واحدة، الكل كان متعاون بحسب الإمكانيات المتاحة له وبحسب الخط اللي هو كان كي يشتغل اللي كي يشتغل بينه، سواء من القوات الأمنية، من الصحة، من القطاعات الأخرى، الدفاع المدني، الكل بالإمكانيات اللي كانت موجودة.
وبالرغم من هذا الألم اللي نحن عشناه إلا كانت أكو رسالة أمل ورسالة رجاء أنه هذا الوطن هو وطن الخير، وطن المحبة، وطن التآخي، وطن البلد الواحد. يعني الموقف اللي عملوه إخوتنا في الموصل ما لازم ننساه. رحنا شفنا كثير من الشباب واقفين بباب المستشفى، بكل أبواب المستشفيات اللي كانت موجودة، واقفين بسياراتهم مثل ما نقول بس نحتاج شيء يريدون يقدمونه، اللي يقدم المي واللي يقدم اللي يتبرع بالدم واللي يقدم المساعدة. يعني حسينا أنه نحن في وطن واحد فعلا، حسينا أنه نحن في بيتنا، ما حسينا أنه نحن رايحين إلى مكان بعيد أبدا، حسينا فعلا أنه نينوى هي مكان واحد، حسينا أنه هذه المنطقة هي منطقة التآخي، منطقة لما يقولون أنه هي عراق مصغر، إيه نعم هي عراق مصغر. بالرغم من هذا الحادث الأليم إلا أنه عشنا هذه اللحظات من المحبة ومن اللحظات من التآخي. بيّن معدن الأصلي للشعب العراقي، بيّنت الوحدة الوطنية. وهي منا أوجه لها رسالة، يا ريت أنه هذه القيم الإنسانية وهالمحبة اللي كانت موجودة أنه دائما تظل موجودة، ما بس تكون موجودة بوقت الألم، ما بس تكون موجودة بوقت الحزن، يا ريت همينا نقدر نعيشها في وقت الفرح، نعيشها لبنيان هذا الوطن، نعيشها لأنه هذا البلد مالتنا أنه يزدهر. البارحة شفنا بأنه أكو أمل في بلدنا أنه ينمو ويتطور، شفنا بأنه بلدنا ممكن أن يتقدم، شفنا بأنه بلدنا ممكن أن يصير يد واحدة. أي نعم البارحة كان بلدنا يد واحدة، ما اهتم لا بالطائفية ولا بالدين ولا بالعرق ولا بأي شيء، وحده فقط بأنه أكو عراقي كي يتألم، ما اهتم بأنه هذا العراقي منه هو، أكو عراقي كي يتألم، الكل استنفر لا له. فاليوم يا أخوتي العراقيين، اليوم العراق كله كي يتألم، ما بس قرقوش كي تتألم، كل العراق كي يتألم. خلونا نتوحد وخلونا نعيش الوحدة الوطنية اللي عشناها البارحة كلنا من أجل بلدنا العراق، حتى نرفع من شأن هذا البلد ونخليه يصير من أحسن البلدان بالعالم. صدقني راح نقدر، وصدقني راح يصير البلد من أقوى البلدان. البارحة الرسالة كانت رسالة اطمئنان، ونحن عشنا مطمئنين البارحة بالرغم من ألمنا إلا أنه عشنا هذه الرسالة المفرحة. فشكرا لكل من ساعدنا ولكل من يد المساعدة لنا، ما كي يحضر في بالي أن أشكرهم لأنه هم صراحة كثيرين، ولكن أشكر أهل نينا وأهلي وأحبائي وأصدقائي وأقربائي على الموقف المشرف اللي قاموا بنا. أشكر الحكومة المحلية، أشكر حكومتنا في بغداد، وأشكر أيضا حكومة الإقليم على كل المساعدات اللي قدموها لنا. بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية في العالم الكلي الطوبة، القداس الإلهي الاحتفالي بتمام. مثل ما تفضلت أجواء مؤلمة بالحقيقة، لكن نقول الحمد لله على كل شيء. الإنسان يموت لابد أن يموت، وكلنا كأديان سماوية نؤمن بالحياة الأبدية، حياة الملكوت، جنة إن شاء الله. عندما يموت الإنسان بظلم لابد أن يكون هناك بالمقابل من قبل الرب، من قبل الله، معالجة لهذه الفكرة. لكن بالحقيقة أكيد المصاب جلل، لكن ما عزانا وما بالحقيقة واسانا هو وقفة كل أهالي ومحافظة نينوى، إن كان توجههم إلى المستشفيات التبرع بالدم، وإن كان بالحقيقة تبرعات من أجل توفير الأمور الطبية. كل العراق بالحقيقة وقفة مشرفة. هذا يدل على شيء، يدل على مدى اللحمة الوطنية و الأخوة في هذا البلد. مهما ما حصلت عليه نكبات ومصائب، يبقى هذا البلد متلاحم إن شاء الله. لبرايد عادل، مسؤول كنائس الموصل السريان الكاثوليكي. وزارة وزير الصحة وإشرافه الميداني على تلقي العلاج للجرحى، كيف تتحدث؟ نعم، بالحقيقة مثل ما قلت، وقفة مشرفة لوزير الصحة ولوزير الداخلية ولكل الوزراء ولدولة رئيس الوزراء. الكل
بالحقيقة وقفوا وقفة إيجابية، حتى الوقف السني مثل ما أسلفت الكل، وقف السني ألغى الاحتفالات بالمولد النبوي، والمحافظة أعطت أيام حداد. هذا هو ما يواسينا ويعزينا إن شاء الله. يعني هذا يدعو أيضا لكل اللي مسؤولين عن حياة الناس، أيضا المستثمرين أن يبنون قاعات بنايات متينة يحافظوا على حياة الناس وليس فقط الاستثمار والمال. هذا